عليكم خوتي خواتاتي بنياتي متتبعين ديالي الغزال ديالي. ها هي المروزيه ديالي، ها هي وجدات درتها على الفخره راه يديا مازال مطلعين. خالتكم هنايا راه حادقه، ايوا هادو هما اليدين ديال المراه حادقه. ايوا هو هذا هادشي اللي عطاه الله قبلوا عليا، وراها اللي كان تنصورو ونديرو لكم يعني بلا فخمه بلا داك شي طبيعي. ها هي المروزيه ديالي وتنتمنى تنال اعجابكم والله العظيم، اقسم لكم بالله الا جات غزاله ها هي عروستي شكراتها. ايوا هي هذيك، وهانتوما كما قلت لكم انا دائما تنطيب اللحم، تنرقد اللحم في العطريه، ومن بعد ما تنديرش الزيت غير ما تنقليه في الماء، ومن بعد عاد تندير الزيت والسمن وديك الشيء اللي والثومه ونخليه يطيب. منين تيطيب تنصفيه، تنحيد اللحم ونحطو في واحد البلاصه ونقبض ديك اللي دا نصفيه في الصفايه باش بقى غير الدمعه، هان غير الدمعه مابقاش ديك الفراتات وديك الشيء. ومن بعد عاد تنكون غاسله الزبيب ونرمي الزبيب يطيب، من بعد مي تنشوف الزبيب صافي يدخل فيه طيب وداكشي تنرمي ديك اللحيمات عاوتاني معاه. ايوا هي هذيك تنخليهم يتختخوا مع راساتهم. ايوا من بعد تندير العسيله، وهي هذه المروزيه ديالي وتتمنى تعجبكم. قبلوا على خالتكم هنايا، وما تنساونيش من لي لايك، وما تنساونيش من تعليق زوينين، قولوا لي الراي ديالكم وشجعوني هنا خطاكم عليا. ايوا هي هذيك دابا غادي نمشيو للكوزينه ونشوفوا المقادير، واللي يدخل جديد يفعل الجرس ومرحبا بيه عندي. وبلا بكم ما تكونش قناتي هنا خطاكم الله يحفظكم. يلا الى المطبخ نشوفوا المقادير ديال المروزيه. السلام عليكم خوتي خواتاتي بنياتي وليداتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير. تنحييكم جميعا جميعا داخل المغرب وخارج المغرب، من طنجة للقويرة كما تنحيي المتتبعين ديالي من جميع الدول العربيه بدون استثناء. وكل سنه وانتم بخير، ومبروك عواشركم، مبروك عيدكم ان شاء الله، باش تتمنوا بصحه وتيسير ورزيق والسلامه اهم شيء. ايوا اليوم جات خالتكم هنايا بغات تشارك معكم شويه ديال المروزيه بالطريقه ديالي اللي تعلمتها من عند الام ديالي الله يخليها ليا. ايوا هي هذيك دابا بسم الله، نبداو بسم الله نقول لكم المقادير. عندي هنا اللحيمه، هي راه حنا دابا حيت في الجرده راه بعد شي دبانات تيجيو يدورو. ايوا هي هذيك انا مغطياها، هو اللحيمه ها هي هنا، هي هذا اللحيمه ديال درت الكتيف، هذا درتو هذا كتف وقطعتو، وراها هذا راه الملحم معروف ديال الغنمي. عندي هنايا سميتو التوابل، هذه راس الحانوت عندي ديال اليمن، هذه كان جبتها من الامارات ملقطه من كل شيء، هذه اليمنيين تيصوبوها من داك الشيء. عندي هنايا الزنجبيل، عندي هنايا الفلفل الاسود، عندي هنايا الكركم، عندي الملح، عندي شويه القرفه، عندي السمن ها هو السمن الحار، عندي ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم ها هي، وعندي زيت العود، وعندي زيت المائده، هذا العسل عسل حر، هذا عندي اللوز ها هو هذا نصوبو، وعندي هنا الزبيب. هنايا عندي كيلو د الزبيب حيت انا تنبغي الزبيب فيها المروزيه، يا الزبيب صراحه هي هادي. يلا نبداو بسم الله قبل ما شويه ديال الماء. بسم الله غندير معلقه على حسب اللحم اللي كاين، ها معلقه كبيره ديال ديك راس الحانوت ها هي ها هي. هادي جبتها انا من الامارات، اليمنيين تيقطوها من كلشي حيت راه حنا في الجرده، سمحوا لنا الا بانت لكم شي وحده دايزه هكا ولا هكا، راه عارفين دابا اللحم شويه ديال 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 الزنجبيل هي شويه، حيت العطريه راه هذيك سميتو الزنجبيل راه فيه راه هذيك راس الحانوت شويه وصافي. ندير شويه ديال الفلفل الاسود لي شويه، هذا راه مخلط الابيض والفلفل الاسود والفلفل الابيض هذاك. غادي ندير شويه ديال الكركم، نيت الكركم راه كاين في ديك العطريه، ها هما درنا معلقه ديال سميتو ديال راس الحانوت، شويه
نرص المعلقه ديال الكبيره ديال الفلفل الاسود، نرص المعلقه ديال الزنجبيل وديال الكركم. دابا غادي ندير شويه ديال القرفه، حتى هي راه فيها القرفه غير ما نديروش بزاف، هكا شويه ديال الملحه على حسب هذا. والله العظيم الا هاد الجلسه في الجردة غزالة واني ما تيخليناش ديك البان والرزوزة. بسم الله غندير غير الماء، ها هو بسم الله. خلطها هاد الشنتوفات لي دايرين علينا عليهم الويل، غادي نديرهم في العطرية يبعدو منا ديك الدبان. تنزرب تنزرب باشي لهاد الحارة، جلسة زوينة هنايا ولكن هانتوما خوتي خواتاتي تنرقد هاد الحيمات ديالي. هاهوما ديرولهم هاكا، دابا حنايا من تنجيو ناكلو هنايا والله العظيم تنعجبنا الجلسة. هذا هو الوقت اللي خصنا نجلسو هنايا، ما عندنا حتى شي وقت، ونيت هاد شهر 7 كلو دار الشتا وقلنا زعما هنايا شويه نبدلو الجو. صافي شكون خلاك هاد الدبان وهاز معاك الضد؟ ومنين نبغيو نفطرو هنا وديك الشيء وتشوفو هداك الرزوز ديك الصفر ديك اللي بحال النحل، معرفش كل واحد وشنو تيقولو. ها انتما خوتي خواتاتي، ها انتما غادي نخليه يرقد دابا وان شاء الله من بعد نولي عندكم على ما نسلق اللوز ونقليه. ايوا هي هذيك والاخر يعني تفرقت شويه، ولا ما نشعل العافيه حيت غادي نطيبها على الفاخر، ما غاديش نطيبها على البوطه، انا باغي نديرها على الفاخر. طيبها بشويه دابا نقطع على من باش ما يجينيش الفيديو طويل. انتما خوتي خواتاتي انا بنياتي تنشعل العافيه تندير العويدات، ها بحال راني في الباديه، بحال راني في الباديه. انا بغيت ندير هكا هكا باش يجي داكشي زوين مروزية والمحمر. صراحة هادشي ديال العيد الكبير تخصو يطيب فوق العافية فوق الفاخر. دابا غادي ندير الفخرات باش يشعلو لي هاكا، هاكا إوا هانا تزند لي العافية إن شاء الله ونرجع لعندكم. وقبلو على خالتكم هنايا راه تتقربش معاها هادشي هذا. هاني جالسه في الجريبه تنشعل العافيه، عندك جيبوا لي البومبيه وجيبوا لي لا ما يجيبوا لي حتى واحد، كل واحد والمحل ديالو. كاش لي مسك صراحه يعني. هاي دابا ان شاء الله ايوا هي ديك النورطه الحمى ديالي تقلى راه قبيله وهي تترقد شي ساعتين هادي ولا يلا خوتي تنولي لعندكم ان شاء الله. ها انتم اخوتي بنياتي، ها انتم فاش وجدتي العافيه ديالي شعلتها هي. انا رديت الكوكوط دابا غادي ندير اللحم. بسم الله انا ما نديرش الزيت دابا، غادي ندير الزيت
نخليها. نخليها تقلى هكا. غندير التويمه. هيا التومه يا كاين اللي تيدقها، انا غادي نقردها. يا راه تدوب دغيا دغيا التومه. إذا خليها صحيحه تدوب، سيرتو هادي فرنسا دغيا تدوب. شحال هادي دابا اللي بغا يدير اللي بغا يدير لها شويه البصله يدير لها، حيت شحال هادي علاش ما كانوش يديروا البصله، ما كانوش تلالج والبصله تتخسر، يعني تدير الحاجه تتخسرها، يعني ما خصهاش طول البصله تاكليها في ديك الساعه. تما باش تقولي ديريها هذا لا، شحال هادي ما كانوش عندهم التلالج ما تيديروش البصله، باش تبقى لهم المروزيه مزيانه كتيديروها في الطين و تيطيبوها على الفاخر، يديروها في الطناجة ديال الطين و يخليوها تجي مع الكغزاله. دابا كاينين التلالج، انا نخليها هكا نحيد هاد الشبكه هادي باش تجيني دغيا تقلى لي حيت تتهز شويه هكا. المشمر كبير هكا يلا هانتوما خوتي خواتاتي، هيا تتقلى تقلات لي الحيمه ديالي غير في ديك الماء ولا طريه، يعني ما تنديرش الزيت لا بعدا ندير الزيت باش ديك الزيت ما تتخليش العطريه تدخل في اللحم، واحد الريحه عاطيه من داكش. ها هو كاس الزيت ديال المائده مع راه داك الماء، وغادي نزيد نص كاس الزيت ديال البلديه نجيب السمن داب ليا هنايا حصه مع السمن، جوج معالق السمن صافي. دابا نخليها طيب، نسد عليها ونخليها طيب على خاطرها. منين غادي يطيب لي اللحم غادي نحيدو، نحيد اللحم من كوكوط وغادي نصفي ديك المرقه، انا ما تنديرش الزبيب على ديك على هذا، حتى تنصفي المرقه من ديك الطاخت وديك الشيء، عاد ندير الزبيب. ها هو فين هو، غادي نغسلو ونديرو شويه يفزك ها هو، وعاد ندير مع العسل واللوز راني سلقتو وقليتو. دابا غادي نخليها طيب دابا على خاطرها ها هي صافي، وان شاء الله نرجع لكم يلا باش ما يجينيش الفيديو طويل وصافي. ها انتما خوتي خواتاتي، ها هي البليسه ها انتما بحال العروبيه، ها هي ونيسا اللي راها هاد المدينه سميتها ميدليك بحال الباديه، بحال الباديه يعني ماشي فيلاج. ها انتما هي فيه ثلاثه الشوال المروضيه تاع الطيب، الكوينين الشاعل، العويدات حدايا، ها انتوما ايوا ها البليسه فينا هي هادي. هانتوما اولادي، هانتوما بنياتي، هانتوما خواتي، من بعد ما طاب لي اللحم راني صفيتو، هانتوما صفيتو، انا ما تنديرش حتى نصفيه ونصفي ديك المرقه، تنحيد اللحم ونصفي المرقه ونرد ديك المرقه للطنجره، ودرت عليها الزبيب من بعد ما نظفتو. وها هو فينا هو راه طاب لي الزبيب، ورديت عليه ديك الحيمه ودرت خمسة المعالق ديال العسل، وهو دابا غير على العافية هانت غير 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 ديك هذا باش تقلى لي وما تحرقش. ومن بعد تجيب بحال هكا فاصمة ولا هذا ونشعل، ها هي باقي فيها الما شتي، ملي تدير تش باقي فيها الما، خصها ما يبقاش راه باقي هي شوية، إلا شعلات الفتيلة في ساعة عرفو ما بقاش فيها الما باش ما تضيعش المروزية. ايوا ان شاء الله قبلوا على خالتكم هنايا
وان شاء الله الى طبق تقديم، وما تنساونيش ملي لايك وتشجيعكم وتقولوا لي الراي ديالكم في المرزيه ديالي. هذه تعلمتها من عند الوالده ديالي الله يخليها لي والله يطول عمرها ويعطيها الصحه ويخليكم جميع الامهات. والى طبق تقديم ان شاء الله. وهي فينا هي بدات تقلب.